فلاش سبور. صباح النور، أجمل تحية، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بالألعاب البارالمبية التي انطلقت البارح من خلال حفل افتتاح جميل واللي زادوا جمال واللي زادوا أكيد أكثر أناقة هو اللباس التقليدي التونسي اللي مثل الأصالة والهوية التونسية. اللباس التقليدي التونسي اللي ارتداه رياضيو التونسيون في هذه الألعاب البارالمبية اللي باش يشاركوا اللي باش يمثلوا الراية التونسية في الألعاب البارالمبية. الأزياء التقليدية إذا كانت حاضرة في حفل الافتتاح الألعاب البارالمبية على عكس ما كانت غائبة في افتتاح الألعاب الأولمبية في شهر جويلية. على كل بالنسبة للمشاركة التونسية تنطلق اليوم 9:30 متاع الصباح على مستوى رياضة البوتشيا، 9:30 عياد بن أيوب في البي سي 2 في المجموعة الثانية سيواجه تايلاندي، وأشرف التياحي 9:30 أيضا صباحا في نفس الرياضة سيلاقي لاعب برازيلي أيضا في البي سي 2، على أن يكون الموعد 45 مع مها عون الله في نفس الرياضة في صنف السيدات ستواجه الكرواتية درة بازيتش في البي سي واحد. إن شاء الله كل التوفيق للرياضيين التوانسة اللي كما قلت يستهلوا اليوم المشاركة في الألعاب البارالمبية بباريس. المشاركة التونسية ستضم 30 رياضي في 4 اختصاصات، إن شاء الله كل التوفيق لرياضينا. من الألعاب البارالمبية إلى الألعاب المائية، البطولة العربية للألعاب المائية التي دارت فعالياتها بالقاهرة بمصر والتي اختتمت يوم الأمس بتتويج مصر في الصدارة ب 173 ميدالية، 88 ذهبية، 48 فضية و 37 برونزية. لبنان في المركز الثاني ب 53 ميدالية، 13 ذهبية، 21 فضية، 19 برونزية. وتونس ب 15 سباح وسباحة شاركوا في هذه البطولة العربية للألعاب الأولمبية، تنهي المشاركة في المركز الثالث تونس برصيد 35 ميدالية، 10 ذهبية، 14 فضية، 11 برونزية، منها 6 ذهبيات، 3 لجميلة بولكباش و3 لرامي الرحموني اللي تألقوا في هذه البطولة العربية للألعاب المائية. وأكيد إن شاء الله سباحين وأسماء واعدة على مستوى السباحة التونسية، إن شاء الله نشاهدهم أبطال أولمبيين وعالميين في السنوات القادمة. هذا على مستوى السباحة. في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة اللي دور فعاليتها بليما بالبيرو، العداء التونسي سيف الزويدي يبلغ الدور النهائي لسباق المنافسة 3000 متر موانع بعد حلوله في المركز الثامن في التصفية الثانية بتوقيت 9 دقائق 3 ثواني و50 جزء بالمئة، في حين لم يتمكن ريان المجري من الترشح للدور النهائي من منافسة 3000 متر موانع بعد حلوله في المركز 11. وكذلك مهدي ملوح لسباق 1500 متر للأسف في التصفية الثانية احتل المركز 12 وبالتالي لم يترشح للدورة النهائي من منافسات 1500 متر. إلى الكرة الطائرة، البطولة الإفريقية للفتيات والفتيان التي تحتضنها تونس خلال هذه الأيام في بطولة إفريقيا للفتيات أقل من 20 سنة التي تدور مبارياتها في قاعة المشات بالبلفيدير. المنتخب الوطني التونسي فاز البارح في الدورة نصف النهائي الثاني على المنتخب الكيبيني بثلاث أشواط نظيفة، ومصر فازت على الجزائر في الدورة نصف النهائي الأول ثلاث أشواط مقابل شوط واحد. هذا ما يعطينا الدور النهائي سيجمع اليوم انطلاقا من الساعة 5 مساء في قاعة المشاتل المنتخب الوطني التونسي للفتيات بالمنتخب المصري. في المقابل في بطولة إفريقيا للفتيان اللي تحتضنها أيضا تونس خلال هذه الأيام في قاعة المنزة، البارح كان الموعد مع الجولة الختامية بالنسبة لدوري المجموعات. المنتخب الوطني التونسي فاز على المنتخب المغربي ثلاثة أشواط نظيفة، كينيا فازت على رواندا ثلاثة أشواط نظيفة، ومصر على الجزائر ثلاثة أشواط مقابل شوطين. هذا ما يعطينا البرنامج التالي بالنسبة للدورة النصف النهائي اللي يدور مبارياته اليوم في قاعة المنزة. 6 متاع العشية مصر تواجه كينيا، وفي 8 مساء أن تونس تواجه الجزائر. الدور النهائي بالنسبة لبطولة إفريقيا للفتيان أقل من 18 سنة سيكون يوم السبت.
على مستوى بطولة العالم اللي تدور فعاليتها ببلغاريا في نسختها الأولى لشبان أقل من 17 سنة، المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم مباراة ترتيبية من أجل تحسين ترتيبه من المركز 9 إلى 16 انطلاقا من منتصف النهار ضد منتخب كوبا. إلى أخبار كرة القدم في تونس وأخبار الأندية واستعدادات الأندية للموسم الجديد وانطلاق منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى الذي سيكون نهاية هذا الأسبوع يومي السبت والأحد، مع العلم وأنه إلى حد الآن 7 نوادي فقط تمكنت من خلاص ديونها وتسجيل طبعا لاعبيها وانخراطها ضمن الجامعة التونسية لكرة القدم. 9 أندية إلى حد الآن، واليوم هو آخر أجل من حتى طبعا الجامعة التونسية والكاف في قوانينها الجديدة من أجل خلاص الديون وبالتالي الانخراط مع الجامعة التونسية لكرة القدم. ننتظر أكيد هذا اليوم حتى نتعرف على العدد النهائي للأندية اللي باش تكون جاهزة لخوض منافسات الجولة الأولى بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. في المقابلة الانتدابات، النادي الإفريقي نجح البارح في الانتداب اللاعب محمد شوكان الغاني اللي أمضى عقد رسمي مع النادي الإفريقي لمدة 3 مواسم وباشر يوم الأمس التمارين مع المجموعة. في النجم الساحلي اللي نشيط جدا بعد طبعا تعيين الهيئة التسييرية بقيادة زبير بيا، انتدابات بالجملة للنجم الساحلي مع نهاية فترة الميركاتو. النجم الساحلي البارح انتدب سيديريكو غبو اللاعب السابق لمستقبل سليمان والترجي الرياضي التونسي، وكذلك اللاعب محمد كونتي اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي والوسيل القطري لمدة 3 مواسم، أيضا ياسين العمري في طريقه العودة بعقد لموسمين مع فريق النجم الرياضي الساحلي. الأولمبي الباجي يظفر بخدمات اللاعب يحيى المطيري قادما من النادي الإفريقي في نطاق الإعارة. الملعب التونسي البارح خاض مباراة ودية أمام مستقبل وادي الليل، فاز من خلالها بثلاث أهداف مقابل صفر. اليوم باش يكون الموعد مع الندوة الصحفية للناخب الوطني سيد فوزي البنزرتي انطلاقا من الساعة 4 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، سيكشف من خلالها عن برنامج التحضيرات وقائمة اللاعبين المدعوين بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لمباراتي مدغشقر وغامبيا اللي باش تدور يوم 5 و 8 سبتمبر لحساب الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا للأمم. في أخبار لاعبين خارج حدود الوطن، بعد غيلان الشعلالي مع أهلي طرابلس الليبي، سعد بقير في أهلي طرابلس الليبي بيعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده طبعا مع نادي أبها السعودي. باش نختم أكيد بالحدث أيضا اللي تنتظروا كل أحباء كرة القدم في أوروبا والنوادي الأوروبية، اليوم عملية سحب القرعة الخاصة بدوري المجموعات بالنسبة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في شكل جديد، نظام جديد تقريبا مخالف تماما للنظام اللي تعودنا به تقريبا في 18 سنة الأخيرة. تقسيم الفرق إلى 4 مستويات، 36 فريق باش يكونوا موجودين لأول مرة هذا العدد، وكذلك عدد المباريات سيكون أكثر للفرق اللي باش تخوض المباريات بالنسبة لدوري أبطال أوروبا. كما قلت عملية سحب القرعة باش تكون اليوم لهذه المسابقة. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء. إشهار.